جمعية ملتقى الشباب للتنمية هي جمعية اللي تأسست في 5 مارس 2004. اليوم في 5 مارس 2024 خلدنا الذكرى 20 ديالها، احنا اليوم 20 سنة باش تأسست. وكانت تأسست هنا بمدينة فاس، المركز الوطني ديالها كاين هنا بمدينة فاس، وحنا اليوم متواجدين بالمقر الوطني ديال الجمعية، ماشي فقط غير مقر على مستوى فاس. كانت تأسست من طرف واحد النخبة كبيرة ديال المثقفين وديال الفنانين، وكذلك مجموعة من الناس اللي مهتمين بمجال التربوي ومجال التنموي. الشيء اللي خلى طريقة العمل ديالها أو التصور العملي للاشتغال ديالها كان بني على ثلاثة المحاور أساسية، هي المجال الثقافي، المجال التربوي، المجال التنموي. أولا المجال الثقافي والتربوي، هذا رصيد ديال المكونات الجمعوية اللي كانت مشات فيه من زمان، واللي مأمنين على أنه ضروري للشباب ديالنا نستمروا فيه، على اعتبار أنه كيزود الشباب ديالنا بواحد عدد المعطيات، كيأثر على السلوك ديالهم، كيقوم العقلية ديالهم، كيعلمهم قيم وكذلك وبعض المجالات ديال الاندماج في الحياة. هادو المجال الثقافي والتربوي هو من الركائز الأساسية اللي تبنت عليها الجمعية. على حسب كل مشروع، ملي كنجيو للمشروع ديال التقن التدرج المهني، الفئة اللي مستفيدة هو الشباب المنقطع عن الدراسة، خصو يكون من 15 سنة الفوق، خصو يكون بطبيعة الحال منقطع، ميمكنش واحد كيقرا ونجيبوه نهرسو له الدراسة ديالو، وكذلك خصو يكون عنده المستوى الدراسي على الأقل مستوى السادسة ابتدائي. هاد ثلاثة العناصر كشروط كتخلينا اللي توفر فيها الشروط مفتوحة ليهم كاملين الشباب. وكنديروا حملات، بالعكس كنديروا حملات ديال التوعية والتحسيس في هاد الأحياء المجاورة كاملة باش كنشرحوا هذا المشروع، لأن كاين اللي يكون ما فراسوش أو اللي كيكون اللي فراسو ما فيه ما يدير والو، ولكن خص عائلته تعرف. العائلات أغلبية مني كتعرف كاين هذا المشروع، كيجيبوا ولدهم يقرا هنا. ثم أن التكوين المقاولتي معاوتاني ما محصورش لا بسين لا بشهادة. التكوين المقاولتي كنقولوا واش عنده فكرة المشروع، كيجلس مع لجنة مختصة وكدير الدراسة معاه وكتفهمي له هو متمكن من المجال اللي غيشتغل فيه، إلا هو حداد حداد، إلا هو نجار نجار، إلا هو بلومبي، إلا هو عنده خبرة في الألمنيوم، إلا عنده خبرة في الكهرباء، إلا وبغى يفتح مقاولة في هذا المجال خصو يكون الدومين ديالو يكون فاهم. فالحمد لله كاين عندنا الشعب اللي هي الالكتريسيتي، البلومبري، اللي عندنا هنا الميطاله، دابا كنتكلم حاليا عندنا الميطاله، هادو حنا مشينا كنمشيو لهاد الشعاب اللي في السوق كاين طلب عليها، ما مشيناش للشعاب اللي غادي تكون شاب ويبقى عادي يقلب على الخدمه. هادو كاين طلب، حتى لما تانتيغراش في شركه يمكن له يهز لاماريت ديالو وعنده الحرفه يمشي يخدم بوحدو، وهكذا هذا هو علاش دايرين هاد النوع ديال الشعاب. المقاولة كيقراها هنا، كيجيو مختصين لهنا للمركز أساتذة اللي كيقريو هذوك الشباب كيفية إنشاء المقاولة، كيبدا معاه من الأول من ثقافة المقاولة حتى كيوصل مع لاسينسيس كيدير مع الخدامة ديالو، يعني لا الجانب القانوني ولا الجانب التقني ديال المقاولة، حتى من لي بابي اللي غادي يحتاج باش ينشا المقاولة ديالو كيعلمهم له، بحيث هنا كيخرج كامل. وكاين فوري آخر كيقراوه، مهم جدا كيفاش يبحث على الفلوس، لان كاين اللي كيجي هنا عنده فلوس باش يفتح مقاوله، ولكن الاغلبيه كيكون ما عندهمش، خصو تمويل باش يفتح المقاوله ديالو. فكنعلمهم شنو هي الابواب، ما معنى المبادره، كيفاش يدير يحصل على الدعم المبادره، كيفاش يمشي برنامج انطلاقه، كيفاش يمشي المقاولاتي، كيفاش ياخذ دعم من فونداسيون محمد الخامس. هادو هما الاشياء اللي كانوا كيجيروها الشباب، هاد الابواب، وكتلقى الواحد عنده امكانيه باش يمشي لهادو ولكن ما كيعرفش، ولكن هنا كيتعلم هاد المسائل كامله
وفي آخر المطاف مع الشهادة اللي كنعطيوها حنا مجرد ما كيمشي كانت السمعة ديال هذا المركز في هذا التكوين هذا بالضبط كانت ولات رائعة جدا. وفين ما مشى الشاب كيلقى استقبال جيد وكيلقى اللي احتضنوا وواحد المجموعة منهم خداو تمويل كبير. إذا بغينا نجمعهم كلهم راه نسبة كبيرة ولكن كل مشروع عنده عدد ديالو. تكوين التدرج المهني عنده 120 باين هذا. تكوين المقاولتي عنده 60. أنا كنقول 60 اللي كيتخرجوا كنستقبلوا 100-120 حتى هما كيستمروا ولكن 60 اللي كيتخرجوا في التالي. باش ما تكون التدرج المهني خصهم يتخرجوا 120. هذو كنستقبلوا 120 خصهم يتخرجوا 120. وتكوين تكوينات أخرى كل تكوين شحال فيه؟ كاين اللي تكوين اللي فيه 60 كاين اللي فيه 80. راه إلا جينا نشوفوا العدد الإجمالي تكوين ديال المخيمات هذا العام كان هذا العام ديال 2023 كان 100. إلا شفنا العدد الإجمالي راه كتراوح ما بين 1000 تقريبا 800 حتى 1000 بعض المرات ديال الشباب اللي كاين اللي كيستافد بالتكوين مطول يعني سنة كاملة وكاين اللي كيستافد من التكوين 10 ايام 8 ايام 7 ايام على حسب نوعية المشروع. اللي عند معهم صعوبة الأولى رغم أننا احنا عندنا واحد فئات اللي كل فئة عندنا اللي كيقابلها ولكن اللي عندنا معهم صعوبة كبيرة ومن كيجيونا الشباب تكون تدرج المهني كيكونوا قضاو 3 سنين اللي قضاوها بعد ما طردوا من المدرسة قضاو 3 سنين في الشارع كيجيو محملين بواحد العداد ديال السلبيات وسلوكات اللي كتكون معهم صعوبة أنهم ينضبطوا التكوين. أولا ما مساعدش يجلس في القسم ما مساعدش يسمع الأستاذ لهذا كان كيكون دائما التكوين فيه النظري والتطبيقي بزاف وحاضر التطبيقي أكثر من حاضر النظري. يمكن له وقف وهو كيتكون يمكن له هو خدام بيديه في واحد المسائل عطيها له يتعلم فيها وانت راك تعطيه كتعلمه باش ما يقنطش. وكان فيهم اللي كيجي هو منحرف فكيخص معاه جلسات ديال الاستماع وهاد جلسة الاستماع ديال اللي كتحاول تحبب له الحياة تحبب له مستقبله هو وتقول له واش تينا غتكمل غير عام وغتولي عندك مدخول وهذاك المدخول راه كتعيش به انت ويمكن تعيش به عائلتك يمكن توصل وكتغريه بالمستقبل اكثر. باش يمكن له يكون واجد باش يساعدهم وباش يدير أسرة هو راه خصو من الآن يقلب على مجال فين يمكن يتكون ماشي بالضروري يخدم ولكن يتكون ويقوي القدرة ديالو باش يقبض خدمة مزيانة ماشي يبقى حتى التالي وياخذ خدمة اللي في مدخولها يكون ضعيف. هذا بالنسبة للشباب الصغار. بالنسبة للشباب اللي حاملي فكرة مشروع اليوم اتفق معهم 1000% ما بقاش دابا ماشي القطاع العام دابا الآن هو الاتجاه اللي الوحيد اللي كاين في التشغيل كاين القطاع الخاص وبزاف ديال الشباب اللي ما كانش عنده فكرة قالك أنا كنت غير كنخدم شي ايامات مع واحد تريتور كتعرف دير تريتور واجب دا عمل ديالك وراك في الأخير المطاف راه غتلقى اللي مول واللي غادي وهكذا. واحد المجموعة ديال الشباب الآن يمكن لهم يستافدوا هذه البرامج اللي كاينه دابا الان سواء البرامج اللي دارت المبادره او اللي دارت الدوله بصفه عامه يمكن لهم يستافدوا منها. يكفي انه يجي يبحث ويقلب الا ما قلبش على المراكز ديال التكوين يقلب على المنصات الاقليميه للشباب وفي هذه المنصات كاين واحد الناس اللي كيستقبلوا فاتحين دراعهم كيعطيو جميع الامكانيات للشباب باش يمكن له يستافد ويتانتيغرا في المجتمع. اليوم الامكانيات متوفره والدولة خرجت اعتمادات كبيرة في هذا المجال. راه كاين بعض السنوات اللي الاعتمادات ما كنكملوهاش ما كتكملش ما كتصرفش كل هذيك الاعتمادات. الدولة دايره اعتمادات كبيرة لفائدة الشباب باش يمكن لهم يستافدوا. نصيحتي للشباب على انه يقلب على هذه المجالات والفرص متوفرة كثيرة فما نضيعوهاش
باش يمكن ويحتكوا الشباب بالشباب اللي استافدوا. حتى لا بغى تبغي يقلب على المعلومه يقلب على الشباب اللي استافدوا، غادي يقدر ياخذ المعلومه من لا سورس ديالها. لهذا انا كنصح الشباب انه ما يئش، راه عندنا في مجالات كثيره. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.